مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب. تحتل مصر مكانه عظيمه جدا في الكتاب المقدس. فقد ذكر اسم مصر اكثر من 700 مره في الكتاب المقدس. وياتي ثانيه بعد اسرائيل. تحدث الكتاب عن ماضيها. تحدث ايضا عن تاريخها. وربط تاريخ اسرائيل بتاريخ مصر في مواقف كثيره متعدده فمصر تظهر مع ابراهيم وتظهر ايضا مع يعقوب في حكايه يعقوب ونزول ابنائه الى مصر ويوسف وايضا تاتي مصر في احداث الخروج ك كبلد مستعبدة لشعب إسرائيل كبلد مضروبة من الله لكي ما يخرج فرعون ويسمح فرعون بخروج شعب مصر أو شعب إسرائيل من مصر ارتبط التاريخ مصر بأحداث كثيرة نقرأ عنها في سفر الملوك نقرأ عنها في أيضا النبوات الأسفار النبوية فنقرأ عنها في العهد الجديد طبعا مع نزول الرب يسوع الى الى مصر مع مريم العذراء ويوسف فمصر تاريخها مرتبط بتاريخ بني اسرائيل كثيرا جدا. لكن هذه الايام كثر الحديث عن مصر وبالاخص عن النبوات المرتبطه بمصر. ومن اكثر هذه النبوات هي نبوه اشعياء النبي اصحاح 19. هذا الاصحاح الذي يحوي نبوه عن مصر. هذه النبوة التي يتحدث فيها النبي اشعياء بالروح القدس عن ما سوف يحدث لمصر. وراينا وشاهدنا كثيرين غير مسيحيين يرجعون الى نبوة اشعياء ويحاولون ان يفسروا نبوة اشعياء ويقدموا ما يفهمونه عن هذه النبوة. عشان كده انا عملت تجميعه صغيره جدا في فيديو كده صغير آم آم يوريكم الى اي مدى اهميه هذا الاصحاح، لكن قبل ما نشاهد هذا الفيديو موضوع حلقتنا النهارده زي ما انتم عارفين من كلامي ومن المقدمه انه هو عن اشعياء اصحاح 19 وحي من جهه مصر. ما معنى هذه النبوه؟ وما هو زمان تحقيقها؟ أه الأصحاح مش كبير لكن تفاصيله كثيرة جدا أه مش عارف إذا كنا النهارده نقدر نغطي كل الأصحاح ولا ممكن نحتاج إلى حلقة أخرى نغطي ما تبقى من أه الأصحاح أه لكن هنشوف إزاي الحلقة هتمشي لكن خلينا نشوف الفيديو اللي فيه تجميعة من الحديث عن سفر أشعياء أصحاح 19 النبوة المتعلقة بمصر ونرجع نعلق عليه نبوة أشعياء أيوه وجود سفر أشعياء أو كتاب أشعياء أو نبوة أشعياء في مصر اللي هو وتنضم مياه النيل وتجف الأحواض وتيبس وتنقل تفرعات النيل وتجف و... والحسب والباب نبوة أشعياء طيب نيجي بقى لنقطه مهمة جدا النبوة اللي عن مصر هذه النبوة المخيفة اليهود بيؤمنوا انها اتحققت ولا ما اتحققتش؟ سفر اشعياء 19. لان انا هقرا لك دلوقتي من السفر كلام في منتهى الخطوره، في منتهى الرعب. سفر اشعياء اصحاح 19. هتلاقي الكلام وهذه النبوءات وهذا الكلام اللي احنا قلناه. الكلام خطير جدا. الكلام يثير الرعب والفزع. ه... اشعياء اصحاح 19، واللي بيتكلم عن نبوءه جفاف النيل. طيب، انا اول لما شاهدت هذه الفيديوهات وغيرها طبعا بس حاولت اجمع كده كم فيديو بسيط لما شاهدت هذه الفيديوهات تساءلت هو هو ليه الرجوع الى اشعياء النبي ليه الرجوع الى الكتاب المقدس لانه سفر اشعياء هو سفر ضمن اسفار الكتاب المقدس كويس اللي احنا بنؤمن بيه اللي بيعتبر اساس لايماننا المسيحي كويس؟ وأي شخص أي شخص بيقرأ الكتاب هيقول لك أعظم سفر نبوي في الكتاب المقدس هو سفر اشعياء. بل سفر اشعياء بيأتي ثاني في المركز الثاني بعد سفر المزامير من حيث الاقتباسات في العهد الجديد. يعني العهد الجديد بيقتبس أكثر من 400 اقتباس سواء اقتباس مباشر أو آه يعني اقتباسات غير مباشره من سفر اشعياء. فسفر اشعياء من الاسفار المهمه. ليه هؤلاء المسلمين بيرجعوا الى سفر اشعياء وبيرجعوا للكتاب المقدس. لانه دي حاجه بتميز الكتاب المقدس عن اي كتاب اخر. ان الكتاب المقدس يحتوي على نبوات. القران لا يحتوي على نبوات. القران لا يتحدث عن نبوات ولا عن المستقبل ولا عن امم ولا عن شعوب كما يتحدث عنها الكتاب المقدس واحده من ميزات الكتاب المقدس اللي تؤكد لنا وحيه وتؤكد لنا انه كلمه الله هو ان الله الذي هو سيد التاريخ يتحدث عن التاريخ سواء ماضي او حاضر او مستقبل ولان الله سيد التاريخ هو الذي يتنبأ ويقول عن ماذا سوف يحدث في المستقبل ويكلمنا ايضا عن الكيفيه التي بها سيتمم هذه النبوات ده دي دي واحده من آآ آآ الاشياء التي تجعل الكتاب المقدس عظيم وتعطينا مصداقيه لهذا الكتاب نثق في كل ما يتحدث عنه الكتاب المقدس هذه الميزة لا نجدها في القرآن ولأجل هذا كل هؤلاء المسلمين عندما يعودون للحديث عندما يريدون أن يتحدثوا عن مستقبل مصر يرجعوا لفين يرجعوا للكتاب المقدس يرجعوا للكتاب المقدس كلمة الله سواء متفقين معاها او مختلفين معاها، انا مش بتكلم عن ان هم مؤمنين بيها. انا بتكلم على انه الكتاب المقدس يحتوي على ميزه لا يحتوي عليها القران وهي انه كتاب نبوي يتحدث عن المستقبل سواء المستقبل الذي تم او الذي سوف يتم. كويس؟ دي حاجه. نرجع الى اشعياء 19. انا حابب اقرا الاصحاح مع حضراتكم. لانه آه يمكن مش كل المشاهدين آه بالاخص من الخلفيه الاسلاميه عندهم كتاب مقدس يقدروا يرجعوا لاشعياء 19 او يقروه، فانا حابب اقرا هذا الاصحاح وبعدين نتكلم عن تفاصيله وتقسيمته وعن ماذا يقول هذا الاصحاح عن مصر. بيبدا بيقول وحي من جهه مصر وكلمه وحي هنا هذه الكلمه تعني آه، ثقل او آه، كلام ثقيل الكلمه العبرية المستخدمه كلام ثقيل عن مصر هوذا الرب راكب على سحابه سريعه وقادم الى مصر فترتجف اوثان المصري او ترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها واهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه مدينه مدينه ومملكه مملكه وتهرك روح مصر داخلها وافني مشورتها فيسالون الاوثان والعارفين او العازفين واصحاب التوابع والعرافين واغلق على المصريين في يد مولى قاسي فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود وتنشف وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس وتنتن, وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل والرياض على النيل على حافة النيل وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. وصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شظى في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكه على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحكون الانسجه البيضاء، وتكون عمودها مسحوقه، يعني الاسس بتاعتها العمدان اللي واقف عليها مسحوقه، وكل العاملين بالاجره مكتئبي النفس. ان رؤساء صوعا اغبياء. حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيميه كيف تقولون لفرعون انا ابن حكماء ابن ملوك قدماء فاين هم حكمائك فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر رؤساء سوعا صاروا اغبياء رؤساء نوف انخدعوا و و واضل مصر وجوه اسباطها مزج الرب في وسطها روح غي فاضل مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه فلا يكون لمصر عمل يعمله راس او ذنب ذنب نخله او اسله لكن يجي جزء اخر بعد الاعلان هذا الجزء يجي جزء اخر يقول في ذلك اليوم في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزه يد رب الجنود التي يهزها عليها وتكون ارض يهوذا رعبا لمصر كل من تذكرها يرتعب من امام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. في ذلك اليوم يكون في ارض مصر خمس مدن تتكلم بلغه كنعان وتحلف لرب الجنود يقال لاحداها مدينه الشمس. في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخمها فيكون علامه وشهاده لرب الجنود في ارض مصر. لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم فيعرف الرب فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينزلون للرب نذرا ويوفون به ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم في ذلك اليوم تكون سكه من مصر الى اشور، فيجيء الاشوريون الى مصر والمصريون الى اشور، ويعبد المصريون مع الاشوريين، في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركه في الارض بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل. ده الاصحاح. الاصحاح اللي بيتكلم عن مصر بتفاصيل كثيره. طبعا هذا الاصحاح على مر التاريخ وتاريخ الكنيسه كان له تفسيرات كثيره. كويس؟ هذا الاصحاح راه البعض على انه قد تم بالكامل والبعض راى انه جزء منه قد تم والبعض يرى انه لم يتم نهائيا. هي نقطه الانطلاق هو كيف نفسر هذا الأصحاح وكيف نفسر هذه النبوات هل نفسرها مجازيا هل تفسيرها يعتبر تفسير مجازي رمزي فأخذ الأشياء اللي مكتوبة وأحاول أن أنا أفهمها بطريقة رمزية يعني مثلا لما يقول لي يجف نهر النيل هل ده معناه تفسير حرفي أنه نهر النيل هيجف ولا معناه تفسير مجازي ان هناك هيكون احتياجات في مصر ومعاناة لشعب مصر بطريقة او باخرى دي نقطة الانطلاق في تفسيرنا لنبوات هتلاقي البعض بياخد التفسير الرمزي وبيرتاح له وهتجد البعض الاخر بياخد التفسير الحرفي لهذه النبوات انا شخصيا بؤمن بالتفسير الحرفي للنبوات ويمكن هذا الإيمان مبني على أساس أنا فهمته في كلمة الله وهو أنه لو خدنا كل النبوات كل النبوات أنا بتكلم هنا بصيغة الكل كويس لو خدنا كل النبوات التي قيلت عن الرب يسوع في مجيئه الأول نبوات في العهد القديم من أول ما ذكر أنه نسل المرأة من اول ما ذكر انه من نسل يعقوب ابراهيم انه نسل ابراهيم ويعقوب من اول ما ما بدا يذكر لنا الكتاب المقدس في سفر التكوين عن شخص الرب يسوع وعن مجيئه كالمسيح المنتظر كل النبوات التي قيلت عن المسيا سواء عن شخصه او عن نسله او عن خدمته او عن موته وقيامته وعمله الفدائي كل هذه النبوات تحققت حرفيا اقولها تاني كل النبوات التي قيلت عن شخص الرب يسوع المسيح في مجيئه الاول تحققت حرفيا كلها على ثيابي القوا قرعه قال انا عطشان قال ايلي ايلي لما شبقتني وهو مجروح لاجل معصينا مسحوق لاجل اثامنا. ان آه، كو... مولود من عذراء ولد في بيت لحم. انه قصبه مردوده ل... يعني عايز اقول لك كل النبوات اللي قيلت عن الرب يسوع اتحققت حرفيا. وبالتالي ده بيديني طمأنينة حتى لو انا مش فاهم حتى لو لانه في العهد القديم هذه النبوات كان صعب ايضا فهمها. يعني اليهود آآ 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 يعني اتعثروا من حياه الرب يسوع لانه كان كل فكرهم عن الملك العظيم وبالتالي النبوات بتكلم عن الامه ومعاناته لم يستطيعوا ان يدركوها حرفيا كويس لكن هي تحققت في حرفيا حققت في الرب يسوع حرفيا فليه انا ابقى عندي أكتر من مبدا في التفسير فخليني استند الى الحق الالهي وافهم هذا الاصحاح فهما حرفيا اجي الى البعض فهم هذا الاصحاح على انه اتحقق يعني مثلا اثناسيوس اللي هو يعتبر القديس اثناسيوس اسقف الاسكندريه في سنه 296 إلى سنة 373 رأى في تحقيق أشعياء في سفر تحقيق نبوة أشعياء في دخول المسيحية لمصر على يعني عندما دخل مرقس وبدأ البشارة في في مصر وبدأت الكنيسة تكبر ومع القرن الثاني والثالث صارت المسيحية هي الديانة الرسمية لمصر فرأى في دخول المسيحية وفي قبول شعب مصر وتحوله من الأوثان إلى عبادة الرب الإله رأى تحقيق لسفر أشعياء أصحاح 19 وقال أن هذا الأصحاح قد تم في دخول المسيحية إلى مصر كذلك أيضا جون كالفين رأى في دخول المسيحية وانهيار المملكة المصرية القديمة وتأسيس الكنيسة في مصر تحقيقا لنبوة اشعياء. لكن هذا التفسير طبعا له مشاكله ليه؟ لانه التركيز بتاع سواء اثناسيوس او جون كالفن التركيز بتاعه على انه يعرف المصريون الرب ويعرف الرب من المصريين كويس لكن لم يكن تركيز على الجزء الاولاني اللي هو مرتبط بالدينونه لكن الجزء الاولاني الجزء الاولاني مش ممكن ابدا يتحقق يعني مش ممكن ابدا ما يجيش لكن لابد انه ياتي قبل ما ياتي الجزء الثاني يعني هل اتحققت الدينونه على مصر عشان ياتي الشفاء ولا ولا لا؟ هل التاريخ بيقول لنا انه فعلا الدينونه حلت على مصر كما تحدث عنها الكتاب المقدس علشان ياتي شفاء لانه الكتاب بيقول ضاربا فشافيا فضاربا ياتي قبل شافيا. كويس؟ لكن هؤلاء اهتموا اكثر ب فكرة انتشار المسيحية في مصر واعتبروها تحقيق لنبوة اشعياء. كمان عندنا مصر رجعت بسرعة يعني كام قرن من الزمان ودخل الاسلام وفرض سيطرته على مصر وصار مصر دولة اسلامية بحد السيف منذ ذلك الوقت ده لكن البعض بيفسر هذه النبوة تفسير حرفي وهنتابع ونشوف كيف يمكننا أن نرى هذه النبوة بهذا الشكل طيب أجي إلى موقع الأصحاح مهم جدا وإحنا بندرس أي أصحاح إن إحنا نشوف القرينة بتاعته كبيرة. كويس نشوف مكانه فين والجزء دون كله ايه موضوعه من السفر كله؟ اصحاح 19 بياتي في قسم تاني من القسم الثاني من سفر اشعياء. الجزء الاولاني اللي بيتكلم فيه عن مجيء الاول للمسيح انه سواء ميلاده من عذراء سواء انه نعطى ابنا وتكون رياسة على كتفيه ويدعى اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبدا أبديا فبيتكلم عن المجيء الأول للمسيح الجزء الثاني بيبدأ من أصحاح 13 إلى 24 وده بيكلمني عن دينونة الله للشعوب كويس في دينونة الله بيعلنها وحي من جهه مصر وحي من جهه بابل وحي من جهه اشور وحي من جهه مواب وحي من جهه يعني كوش في لسته طويله موجوده هذه الاصحاحات بيتحدث فيها اشعياء عن دينونه الله للشعوب كويس والسؤال هو لماذا كتب الوحي هذه الاصحاحات وما هو الغرض منها ليه الرب كتب لينا هذه الاصحاحات التي تتضمن اعلان دينونه الهيه على الشعوب المختلفه. اول حاجه لانه لانه الهنا الذي نعبده اللي اعلن نفسه في الكتاب المقدس هو ليس اله آه محلي يعني الهه الامم الهه محليه اما الرب الاله فهو اله الارض كلها. هو اله كل الشعوب. هو اله كل الامم. كويس ولاجل هذا هو يكافئ ويدين والذي وحده له حق الدينونه. يعني ما نلاقيش مثلا الهه الامم تعلن دينونه على بلاد اخرى لكن نجد انه في الكتاب المقدس الرب الاله يعلن دينونه على شعوب وعلى امم الارض. كما يعلن ايضا بركات على شعوب وعلى امم اراضي مختلفه. كويس؟ لانه الهنا الذي نعبده هو الاله الحقيقي الذي هو سيد كل الارض، خالق الكل، الذي له السماوات والارض، الذي له الشعوب والالسنه وكل القبائل والكل لابد ان يخضع له. ده أول حقيقة بنشوفها في الكتاب المقدس إن الرب الإله هو إله الأرض كلها حاجة تانية إنه مش بس هذه الشعوب تقع تحت الدينونة الإلهية لكن هذه الشعوب أيضا لها بركات زي مصر مثلا في أصحاح 19 مش بس بيتكلم عن دينونة مصر لكنه أيضا بيتكلم عن شفاء مصر مش بس بيتكلم عن اه اه انهيار سياسي واقتصادي، لكنه ايضا بيتكلم عن رجوع رجوع لكثيرين للرب ولمعرفه شعب مصر للرب. كويس؟ فهناك خطه الهيه لهذا الشعب. الرب بيعلن خطته سواء من الدين في الدينونه او في الخلاص لهذه الشعوب. فدول سببين مهمين جدا يخلونا ان احنا لما نقرا الكتاب المقدس ونقرا هذه الاجزاء ما نقولش ليه الكتاب المقدس بيتكلمني عن بابل ليه الكتاب المقدس بيتكلمني عن مصر لأن الرب هو سيد الشعوب كلها هو رب الارباب هو ملك الملوك لما نيجي الى بدايه الـ النص نفسه لما يقول لي عن آآ آآ وحي وحي هنا وحي زي ما قلت كلمة ناسا بالعبري تعني ثقل تعني حمل تعني كلمات ثقيلة أه هي في بدايتها كلمات ثقيلة هي دينونة. ومين فينا بيحب يسمع كلمات الدينونة. مين فينا بيحب يسمع كلمات دينونة. فهي كلمات ثقيلة. وعشان كدة لما فرجنا على الفيديو ده اكتر من واحد فيهم يقول لك كلمات يعني مرهبه مرعبه اللي بيقولوا اشعياء في كلمات رعب في كلمات تهز الكيان من جوه في كلمات تسبب خوف وقلق عشان كده استخدم الوحي هنا انها كلمه ثقل او كلمات ثقيله نبوه عن دينونه تحمل ضربات الهيه انها دينونه الله على شعوب محيطه باسرائيل عشان كده بنجد بابل، اشور، فلسطين، مؤاب، دمشق، كوش، مصر، بلاد العرب، سور، ادوم واورشليم بنجد هذه الدول. والرب بيتكلم الى كل هذه الدول وبيتكلم عن مستقبلهم، هذه النبوات ليست ليست مجرد كلمات منطوقة هذه النبوات هي هي تحديد لمستقبل شعوب هي تحديد لمستقبل شعوب كيف هذه الشعوب في المستقبل ستكون سواء بابل أشور مصر كل هذه الشعوب اللي بيكلم عنها الرب كما أنها تؤكد خلاص الله لشعبه ومجيء كثيرين من الأمم للإيمان بالرب يسوع آه في نقطة مهمة جدا لما الكتاب مش بيتكلم عن آآ آآ يعني رجوع المصريين ككل أو حتى رجوع بني إسرائيل ككل الإيمان بالرب هو إيمان فردي لكن رجوع كثيرين الأغلبية تعود إلى الرب الأغلبية تعرف الرب طيب أخذ مداخلة وأرجع أوكي طيب ممكن الخط وقع ممكن يعاود الاتصال بينا مرة تانية كلمات الدينونة دين آه كتبت مش علشان يقروها الشعوب تانية لكن كتبت علشان يقراها شعب إسرائيل يعني لما الرب أعطاها الإشعياء أول ناس عرفتها وأول ناس قريتها كان شعب إسرائيل بعدين هذه الرسائل بتوصل إلى بطريقه او باخرى الى الشعوب الاخرى زي ما وصلت لينا النهارده واحنا بنتكلم عن مصر كلمات الدينونه هذه كتبت لكي ما كرأ شعب اسرائيل فيدرك ان الخيار الافضل هو الاتكال على الرب الهه الخيار الافضل هو ان يتكل على الرب الهه لانه في الوقت دون اللي تنبأ فيه اشعياء كويس كان شعب اسرائيل خوفا من اشور بيفكر وبيخطط وبيرتب انه يتكل على مصر. كويس؟ انه يعمل اتحاد مع مصر. وبالتالي لما يجي التهديد من اشور تيجي مصر لنجدته فتنقذه. فالرب بيقول له ما ينفعش لان مصر ايضا واقعه تحت الدينونه فكيف تلتجئ الى شعب الرب سوف يدينه؟ امال اعمل ايه؟ توكل على الرب بكل قلبك. لأنه ملعون كل من يتكل على ذراع بشر دي كانت جزء من رسالة إشعياء ونقدر نقرا عنها بوضوح في سفر إشعياء طيب مكانة مصر في تاريخ الفداء مهم جدا زي ما قلت لحضراتكم أن الكتاب المقدس وحدة واحدة كتاب مقدس هو تاريخ الفداء بيكلمني عن بيكلمني عن ازاي الله كويس هي بيفدي الانسان وعش كده مصر ارتبط تاريخها بتاريخ بني اسرائيل مصر ارتبط تاريخها بتاريخ بني اسرائيل وعلى فكره الرب اوصى شعبه ودي دي نقطه مهمه جدا الرب اوصى شعبه انه لا يكره مصريا تخيلوا الرب اوصى اسرائيل، اوصى شعبه انه لا يكره مصريا. وانه يتذكر انه عاش في مصر اكثر من 400 سنه. وانه اكل وشرب وكبر ونضج في مصر. وعشان كده بياتي ذكر مصر في الكلام المقدس اكثر من 700 مره. مصر مرتبط تاريخها بتاريخ الفداء مرتبط تاريخها بتاريخ بني اسرائيل، مرتبط تاريخها بمعاملات الله. ودي حاجه كويسه. دي حاجه جميله. يعني دي بتعطينا ان نشكر الله على نعمته انه جعل مصر لها هذه المكانه في تاريخ الفداء. لا يوجد شعب بعد اسرائيل متداخل في تاريخ الفداء كمصر. اه مصر يعني آآ آآ ازلت شعب اسرائيل، آآ مصر آآ ترمز الى العالم بغناه وبانفصاله عن الله، كل هذه الامور، لكن ايضا مصر كانت الحاضنه لشعب اسرائيل عشان يبقى امه عظيمه، مصر ايضا كانت الحاضنه ل يسوع المسيح في طفولته والمريم العذراء ويوسف النجار مصر لها مكانه. في فكر الله. لكن اشعياء بيكلمني عن مصر بتفاصيل كثيره. اشعياء 19 لو قريناه زي ما احنا قريناه على طول اي قاري ليه حتى بصوره سريعه بيعرف انه هذا الاصحاح بيتكون من قسمين قسمين اساسيا اصحاح قاسم نفسه مش محتاج حتى مجهود مننا نحن نبذله الجزء الاولاني بيتكلم فيه عن نبوه خاصه بالدينونه اول خمستاشر عدد ايه بيتكلموا عن الدينونه بيتكلموا عن الدينونه بتفاصيل بيتكلموا عن آه الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، الحالة السياسية بيتكلم عن تفاصيل كثيرة في 15 عدد ومرعبين فعلا مرعبين اللي يقرأ الاعداد دي لوحدها لوحدها يصاب بنوع من الاكتئاب والخوف لكن الدينونة ليست هي الكلمة الأخيرة من الرب لمصر. الدينونه ليست هي الكلمه الاخيره من الرب لمصر. الكلمه الاخيره من الرب لمصر هي الشفاء والخلاص. هي الشفاء والخلاص عشان كده الجزء الثاني من عدد ال 16 الى 25 بيكلمني عن عن شفاء وعن خلاص بيكلمني عن ريستوريشن اعاده رب بيرد مصر يردها له. بيكلمني عن خير بيكلمني عن مبارك شعب مصر فالدينونة ليست هي الكلمة الأخيرة وإن كنا كمصريين في أوقات من الأوقات نرى الظروف صعبة والأحوال أصعب والمعاناة والضيق من كل ناحية لكن عايز أقول لك أن الكلمة الأخيرة لمصر من جهة الرب لم ولن تكون هي الدينونة لكنها هي الشفاء والخلاص الشفاء والخلاص يعني بنقرأ عن أمم كثيرة من ضمن هذه الأمم اللي احنا ذكرناها بنجد أنه الأصحاح كله دينونة من أول آخره ولا يوجد حتى شفاء ولا خلاص لهذه الشعوب لكن مصر لا مصر لها خطة في فكر الله مصر لها مكانة عند الرب وزي ما الله بيؤدبها ويدينها هو ايضا بيشفيها ويخلصها ودي حاجه بتشجعنا واحنا بنقرا هذا الاصحاح طيب يجي اول حاجه في اعلان الدينونه كلمني عن مجيء الله ان الله جاي سريعا الى مصر وبعدين يكلمنا عن انهيار اجتماعي انا هشوف الاجزاء انا أقف عند الاجزاء دي بالتفصيل كلمنا عن انهيار اجتماعي كلمنا عن انهيار اقتصادي كلمنا عن انهيار سياسي وفكري فده دي الدينونة كل دي دينونة إلهية كويس نيجي عند أول حاجة أول عدد أول آية اللي هي المقدمة كويس فعل الله هوذا الرب هوذا الرب كلمة هوذا بهولد بمعنى التفتوا انتبهوا كأنه كأنه واحد بينادي على جماعة مش واخدة بالها جماعة منشغلة جماعة ملهية وعايز ينبههم فيقول هوذا هوذا هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادما إلى مصر. الرب راكب على سحابة سريعة، وهنا التعبير ده أساسا ارتبط بالرب في العهد القديم. وعايز يقول لنا إنه الرب هو سيد الخليقة، هو سيد الطبيعة. وإنه الرب حر في حركته وعندما يأتي يأتي بسرعة. كويس عشان كده أكثر من مرة يأتي هذا التعبير مثلا في ثلاثة 33 وفي عدد 26 يقول ليس مثل الله يا يشرون يركب السحاب في معونتك عايز يقول أن الرب عندما يريد أن يعينك هيأتي بسرعة أن الرب سريع في معونته يركب السحاب. فارتبطت ب سلطان الله وقدره الله ارتبطت بسلطان الله على الطبيعه وارتبطت ايضا بقدره الله وقوته هو ذا الرب راكب على سحابه وقادم الى مصر كما تحدث ايضا في مزمور 68 وقال للراكب على سماء السماوات رب راكب على سماء ده تشبيه ده التشبيه كويس على قدره الله وعلى سيادته على الطبيعه وعلى أنه جاي جاي وجاي سريعا كما تحدث عنها ايضا الرب يسوع اثناء محاكمته لما قال ترون ابن الانسان اتيا على سحاب المجد سحاب ارتبط بالله ولما ياتي الرب يسوع ايضا سنراه على سحاب المجد مجيء الله مجيء السريع وقادم الى مصر. مجيء الرب هيتسبب في حاجه. هيتسبب انه اوثان مصر ترتجف. مصر معروفه جدا بعبادتها للاوثان خلال تاريخها القديم. انا عندي كتاب هنا جبته لحضراتكم عندي في المكتبه في البيت من ضمن الكتب اللي عندي. الكتاب ده كويس اسمه The Complete God and God, uh, Goddess of Ancient Egypt uh, الكتاب ال, ال, ال كامل عن الآلهة والآلهات uh, بتوع مصر القديمة كتاب uh, يعني في بدايته بيذكر عبارة قالها هيروديت المؤرخ زي ما قال ان مصر هيبة النيل قال ايضا عباره عن مصر مرتبطه بالالهه قال انه المصريين اكثر الشعوب تدينا المصريين اكثر الشعوب تدينا ومرتبطين بالالهه ده اللي قاله هيرودوتس عن مصر ليه لانه ما شاء الله المصريين عبدوا كل حاجة ما خلوش حاجة ماشية ولا واقفة إلا إيه وعبدوها يعني من القرد البابون للجعران للشمس للثور للملك يعني لكل الأشياء كل الأشياء عبدوها عند مصر كان مئات الاوثان مئات الاوثان مئات الاوثان، و... والاوثان دي كانت بتعتبر يعني المصريين كان ينظروا اليها على انها مصدر قوتهم مصدر قوتهم، هذه الاوثان الالهه كان المصريين ينظروا عليها انها سر تميزهم سر تميزهم يعني لما نقرا فيما بعد نكتشف ان المصريين كان عندهم حاجتين بيفتخروا بيها قديما الكم الهائل من الديانات والالهه والعبادات اللي موجود في مصر ده كان سر فخر المصريين والمعرفه والعلم والحكمه المصريه الرب هنا الاثنين دول ادانهم فيز. كل الاشياء اعتمدوا عليها ومصر كانت مشهوره بالسحر الاسود وما زال لحد النهارده في سحر اسود مصر مشهوره بعبادتها للاوثان المختلفه كل هذه الامور فترتجف اوثان مصر خلوا بالكم الرب هنا بيعمل ريفليكشن على حاجه قديمه المصريين عارفينها والعبرانيين عارفينها انه زي ما ارتجفت اوثان مصر في وقت الخروج واللي يقرا فينا ويدرس سفر الخروج يعرف انه الضربات العشر كان كل ضربه موجهه الى اله او الى الهه المصريين ما كانش ربنا بيضرب مصر اعتباطا لكن كانت كل ضربه موجهه من اول ما ضرب الرب النيل وحول الميه الى دم الى الابكار كل هذه الضربات كانت موجهه الى الهه المصريين فترتجف زي ما مصر ارتجفت زي ما مصر ارتجفت عند مجيء الرب لخروج شعبه من ارض مصر في سفر الخروج هنا ايضا مصر واوثانها ترتجف من وجه الرب ويذوب قلب مصر داخلها انه الخوف يولد جوه الانسان انه قلبه يدوب البيضوب الرب يريد انه يهز مصر يهز اساسها هتقول بس احنا النهارده ما عندناش اوثان اقول لك صدقني عندنا اكبر وثن اكبر وثن انا في نظري الاسلام هو اكبر وثن الاسلام ليس له علاقه بالله وليس له علاقه بالاله الحقيقي ولا يعرف الاله الحقيقي لكنه يضل ويهلك ويميت كثيرين ترتجف مصر ويذوب قلب مصر داخلها بعدين نيجي الى اشعياء نفسه يقول لنا هذه الكلمات انه يوم الدينونه يوم الدينونه اللي فيه الرب هيدين الارض ويدين كل عبده الاوثان يقول كده وتزول الاوثان بتمامها في اشعياء اصحاح 2 في يوم الدينونه يوم الرب تزول الاوثان بتمامها ويدخلون في مغير الصخور وفي حفائر التراب من امام هيبه الرب ده الجزء ده مرتبط بمجيء الرب يسوع ونقرا عنه في سفر الرؤيا نفس الاوصاف ان الناس الاشرار يقولون للجبال سقوط علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس العرش يقول هنا ان تزول الاوثان بتمامها ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من امام هيبه الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الارض في ذلك اليوم العبارة دي هنجدها أيضا موجودة في أصحاح 19 ست مرات في ذلك اليوم يطرح الإنسان أوثانه اليوم الذي يأتي فيه الرب لكي يدين مصر يطرح المصريين اوثانهم هنا يقول في ذلك اليوم يطرح الانسان اوثانه الفضيه واوثانه الذهبيه التي عملوها له للسجود للجردان والخفافيش ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من امام هيبه الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الارض كل هذه الاشياء الانسان اعتمد عليها وبيصلي لها ومصدر امانه ومصدر سلامه عندما ياتي الرب في مجيء يوم الرب سيكون لها ولا قيمه. ولا قيمه. ولا قيمه. ولا قيمة نجد سوره اخرى بيكملها هنا اشعياء عن المصريين. في انهيار اجتماعي هيحصل. هيحصل انهيار اجتماعي هيعيش فيه ويختبره المصريين. وأُهيج مصريين على مصريين. فيحارب كل واحد اخاه، وكل واحد صاحبه، مدينه مدينه، ومملكه مملكه. تاريخ مصر اللي يقرأ فينا أنا أنا بحب تاريخ مصر، ويعني قارئ جيد لتاريخ مصر. اللي يقرأ فينا تاريخ مصر يعرف انه دايما فترات الاستك... الاستقرار يتبعها فترات من عدم الاستقرار. يعني بيسموها intermediate period او الفترات المتوسطه في تاريخ مصر. يعني لما مثلا لما نقرا عن من سنه 3000 قبل الميلاد الى سنه 2200 ده كانت فتره استقرار في مصر. لكن فترة الاستقرار دي في مصر تبعها فترة من عدم الاستقرار من الصراعات الداخلية من الانشقاقات من الانهيارات اللي حصلت للمجتمع المصري وبعدين بعد كده بتأتي فترة أخرى من يتبعها فترة من الاستقرار فنجد مثلا بيكلمني هنا عن فترة هي فترة عدم استقرار ودي ال... ليست صراع ضد مستعمر انا مش بيكلمني على صراع ضد مستعمر ابدا مش بيكلمني عن انه البلد تتحد علشان تصارع مستعمر محتل الذي بيكلمني عن صراع داخلي بيكلمني عن سيفل وور بتسميها حرب اهليه كويس فيحربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه مدينه مدينه ومملكه مملكه كلمه مملكه مملكه خلينا نقول مقاطعه مقاطعه لان مصر كانت بتتكون من 42 مقاطعه <applause> كويس ال 42 مقاطعه دول في وقت من الاوقات كان بكل مقاطعه آه بيبقى عندها زي ملك او امير بتاعها كويس بيحكم هذه المقاطعات في آه لما نقرا يمكن الفترات دي فترات متكرره في مصر. انا مش بقول انها عمرها ما حصلت، لا هذه الفترات اتكررت في تاريخ مصر. هل حصل في صراعات في تاريخ مصر؟ كتير جدا. هل حصل في خلافات وفي انقسامات في تاريخ مصر؟ كتير جدا. يعني يعني مثلا اللي يقرا فينا بالاخص لما نوصل الى الاسره 24 و25 ونعرف ان الاسره 24 و25 لم يكونوا من الاسر المصريه، كانوا من الكوشيين، كانوا من الاثيوبيين، كويس؟ آه اللي احتلوا مصر. اللي احتلوا مصر. اللي لما احتلوا مصر من من سنه آه 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 خلينا نقول من سنه 730 لما احتلوا مصر أضعفوا مصر وصارت مصر داخليا ضعيفة بعدها حصل فترة من الصراعات الداخلية جوه مصر وكمان في حاجة معروفة جدا كانت سنة 670 كان بيسموها الحرب ال 12 أمير uh, The Civil War of 12 Princes of Egypt uh, ودي دي كانت فترة أيضا صراع لكن أنا في رأيي أنه ده يعني ده ظل لما هو سوف يأتي يعني زي ما قال الرب يسوع تسمعون بحروب وأخبار حروب لكن ليس هذا المنتهى بعد نفس الفكرة هنا أنه حصلت أمور في تاريخ مصر لكن ليس المنتهى بعد لم تكن هذه هي النهاية يقول كده وتهراك روح مصر داخلها وافني مشورتها فيسالون الاوثان والعازفين واصحاب التوابع للاسف الانسان مش بيتعلم من اول مره بدل ما الانسان يلتجئ للرب في الضيق بيلتجئ الى العار الاوثان والعازفين واصحاب التوابع ودول فئات بتاكل عيش وبتاكل عيش كتير جدا في مصر وكان كان مصر يعني خلف فرعون كان اللي بيحكم مصر هما الكهنة بتوعها اللي بيحكم المجتمع هما الكهنة هم كبار المجتمع المصري كويس فالإنسان بيلتجي إلى الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين وبعدين الرب يقول وأغلق على المصريين في يد مولى قاسي. وأغلق على المصريين في يد مولى قاسي. أنا ما أعرفش إذا كنتوا تتفقوا معايا ولا لأ. لكن من الوقت اللي اتقالت فيه النبوة دي القرن السابع قبل الميلاد. من القرن السابع قبل الميلاد. لم يقم لمصر أمة هتقولي ازاي؟ فعليا من الوقت اللي اتقالت فيه النبوه دي على لسان اشعياء لم تقم لمصر أمة. كل العظمه والمجد والبهاء القديم انتهى. من الوقت ده وقعت مصر تحت حكم النوبيين الاثيوبيين سنه 712. كويس؟ وقعد حكم النوبيين الاسر الـ 24 و25 آه آه حتى سنه 653 قبل الميلاد بعد كده وقعت مصر تحت حكم الفارسيين ماديو فارس من سنه 525 وقعت مصر تحت حكم مادي وفارس ونقرا عن داريوس وعن ارتحشتا وعن الذين يعني حكموا مصر واستولوا على مصر واستعبدوا المصريين كويس حتى سنه 404 قبل الميلاد وبعد كده وقعت مصر تحت حكم اليونان اليونانيين بقياده الاسكندر الاكبر سنه 332 وظلت مصر تحت حكم الاسكندر الاكبر وبعد موت الاسكندر الاكبر خضعت مصر الحكم البطالمة او البطالسة كويس وما كانوش مصريين ده جنرال من الجنرالات الاربعة اللي اللي اتقسمت عليهم الامبراطوريه اليونانيه بعد موت الاسكندر الاكبر لانه لم يكن له ابن وريث كويس وظلت تحت حكم البطالسه حتى اتى الرومان سنه 60 ميلاديه واستولوا على مصر وصارت مصر تحت الحكم الروماني وظلت مصر خاضعه للحكم الروماني مئات السنين حتى اتى بعد كده البيزنطيين وصارت مصر جزء من الامبراطوريه البيزنطيه. ثم اتى الاسلام، وما ادراك ما الاسلام، واستولى على مصر، وغزوا مصر، واخضعوا مصر تحت سلطانهم، واستعبدوا وقتلوا، ووضعوا للناس اختيارات ثلاث لا رابع لها، اما الاسلام، اما الجزيه، إما الموت دول الثلاث اختيارات وطبعا تحت الحكم الإسلامي أتى الأمميين والعباسيين والفاطميين والمماليك ثم أتى الأتراك سنة 1517 وحكموا مصر ثم أتى أيضا بعد الأتراك الفرنسيين وحكموا مصر من 1798 وبعد الفرنسيين اتى الانجليز يعني انت بتتكلم على على فتره وبعد الانجليز حتى بعد الثوره بتاعتنا في الخمسينات سنه 53 لم يقم لمصر أمة لم يكن لمصر أمة احنا طول الفتره دي بقى لنا 70 سنه كويس بلنا سبعين سنة من ساعة الثورة انهيار اقتصادي انهيار اجتماعي قيام جماعة الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية النهاردة بنتكلم على على نهر النيل وعن قلة المية نتكلم عن الجنيه نتكلم عن الدولار إحنا إحنا في اندح... انحدار في انحدار أنا ما أعرفش يعني أ... أنتم شايفين ولا أنا بس اللي شايف كده أعتقد إن كلنا شايفين كده أنا من خلال دراستي لتاريخ مصر سواء القديم أو الحديث برأى إنه من القرن السابع الميلادي لم يقم لمصر أمة حتى اليوم اتمنى كاي مصري الرخاء اقتصادي واستقرار اجتماعي وسياسي وسلام لمصر بل صلاتنا دايما مع كل المؤمنين بارك شعبك اللي انت قلت مبارك شعبي مصر يمكن بركة الرب هي اللي حافظه هذا الشعب الى اليوم من الانهيار الكامل زي بقيه الشعوب يمكن الكنيسه جماعه المؤمنين اللي في مصر هي اللي حافظه مصر من الانهيار الكامل لان الرب بيقول ليه شعب هناك ليه مؤمنين هناك لكن يقول عنهم فيتسلط عليهم ملك عزيز. مين هو الملك العزيز؟ البعض يعني مثلا زي ويليام أولبرايت وهو يعتبر ابو علم الاثار الكتابيه بيقول لنا انه الملك اللي يتسلط على مصر دون اللي بيتكلم عنه الكتاب هنا هو بنياخي اللي هو يعتبر الحاكم الاثيوبي. كويس والذي استولى على مصر العليا استولى على مصر العليا اللي هي الصعيد وعلى طيبه وكده سنه 730 ميلاديه لكن كيتشن وهو يعتبر كينيث كيتشن آه واحد من اعظم آه علماء الايجيبتولوجي البريطانيين آه المتخصص في الكتاب المقدس أيضا آه كينيس آه كيتشن قال لا إنه ده مش آه بنياخي ده شباكة شباكة اللي هو الذي ال أسس الأسرة الفرعونية الأثيوبية يعني عمل من ملوك أثيوبيا فرعنة لمصر كويس وحكم من سنه 716 الى 712 وكانت فتره حكمه فيها قسوه وشده شديده جدا. البعض الاخر بيحط اسماء اخرى لكن هي فكره انه كل غازي ملك اجنبي كان قاسي على المصريين. لكن البعض الاخر بيربط هذا ب بي ضد المسيح اللي مذكور في سفر دانيال وفي اصحاح آآ آآ 11 اللي بيتكلم هذه النبوه ايضا عن عن ملك الجنوب وملك الجنوب هو الجنوب هي مصر زي ملك الشمال هي هي سوريا فبيقول لنا في البعض بيربط دون الملك القاسي بانتي او ضد المسيح فبيقول ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة ويدخل أراضي ويجرف ويطمو ويدخل إلى أراضي البائية فيعثر كثيرون وهؤلاء يفلتون من يده أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر يتسلط على الذهب والفضه وعلى كل نفائس مصر، مين هو انا في نظري هو ظل لما سوف يكون لمصر. انا عارف ان احنا خدنا بس ثلاث اعداد او اربع اعداد لكن اوعدكم ان احنا هنكمل الاسبوع اللي جاي في دراستنا لاشعياء 19 نبوه عن مصر، فإلى ان نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم.